السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة منع شخص أو أكتر من إن هو يشوف بوست معين أنت حاطه على الفيسبوك. لو أنا عملت بوست زي ده كده أو صورة أو أيا يكن، وعاوز شخص معين من الأصدقاء ما يشوفش البوست ده، يعني كل الأصدقاء يشوفوه ما عدا الشخص ده أو ما عدا أكتر من شخص معينين، كل صورة كل اللي أنا بعمله بروح على العلامة اللي قدامنا دي، السهم اللي تحت بضغط عليه بلاقي طبعا لو بالعربي بلاقي بابليك دي العام، فريندز اصدقاء، فريندز اكسبت هي دي اللي احنا عاوزينها، هم الاصدقاء ما عدا الاصدقاء ما عدا اللي هي دي، بضغط عليها بلاقي قائمة الاصدقاء، ببحث عن اي حاجة هنا، تمام، ببحث عن اي حاجة بلاقي الاسم الصديق اللي انا عاوز بدور عليه بحرفه ام اف ايا يكن اسمه ايه او بالعربي او ايا يكن، بختار وليكن مثلا ده، مثلا بقوم معلم عليه كده، تقوم معلم على الدايرة الحمراء اللي جنبه على اليمين، في دايرة جنبه بتعلم عليها، بتضغط سيف، تمام، بضغط عليها بلاقي ان هو تم اضافته اهو زي ما احنا شايفين فريندز ما عدا، يبقى كل الفريندز هيشوفوه ما عدا الشخص اللي انا اخترته هيشوفه البوست ده. اظن الشرح بسيط وسهل جدا وواضح، ولو في استفسارات من اشوف التعليقات، ولو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكونوا مشتركين معانا وتتابعوا جديدنا وتفعلوا الجرس علشان تشجعونا على المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.